والسلام على أشرف المرسلين. إذا نلتقي في الدرس 13 الذي هو حسب رأيي جد 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 مهم لفهم معنى التطور. الدول المتطورة هي الدول التي استطاعت أن تحقق الادخار، أي لم تستهلك كل مداخلها. لماذا؟ لأن ما بقي من الدخل بعد عملية الاستهلاك فهو ادخار، والادخار هو الوحيد، أقول الوحيد، الذي يضمن لك عملية الاستثمار. Les pays développés, ce sont des pays qui ont construit leur économie sur l'épargne, parce que sans épargne, il n'y a pas d'investissement. S'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de production. Et s'il n'y a pas de production, il n'y a pas de consommation. Et la dynamique économique est ralentie. Les HADA, عملت على تقديم درس خاص بالادخار والاستثمار، وهذه العلاقة أوضحها العالم الاقتصادي البارز في الثلاثينات جون مينار كينز، اللي هو أصله بريطاني ومن الأوائل الذين فكروا في إيجاد الحلول للاقتصاد العالمي، ومن الذين أسسوا صندوق النقد الدولي مع عالم آخر ديكسي وايت، فني حتى هما الذين أسسوا لصندوق النقد الدولي. هنا أقول خلال إنشائنا للدورة الاقتصادية السابقة، أي الملخصة، لقد افترضنا أن كل ما تم إنتاجه يستهلك من قبل العائلات. هذا احتمال مبني على فرضيتين: نعتبر أن الإنتاج يتكون من مواد قادرة على التلبية المباشرة لاحتياجات العائلات. أما إذا لاحظنا في الحياة اليومية ما يجري، سنجد أنه بجانب المواد الاستهلاكية هناك مواد إنتاج تتكون من ماكينات، مباني، تجهيزات إنتاجية التي تسمح بإنتاج مواد استهلاك ومواد إنتاج. الحصول على هذه المنتوجات يسمى استثمار. احنا كنا افترضنا في الدورة الاقتصادية الملخصة ان كل الانتاج يستهلك، معناتها عدم وجود ادخار، وعدم وجود ادخار معناتها عدم وجود استثمار. اما الحقيقة الاقتصادية بجانب هذه المواد الاستهلاكية، هناك مواد استهلاكية اخرى معناتها نستعملها في حياتنا اليومية، مباني، نستعمل تجهيزات مثلا لإنتاج طاولات، لإنتاج لربما الحاسوب، لإنتاج الكهرباء إلى آخره. هذه المباني وهذه التجهيزات الصناعية ليزيكيبمون اندستريال التي نجدها في مؤسسة، كيف نصفها اقتصاديا؟ نسميها استثمارات. وهناك أنواع مختلفة للاستثمار. أما حكمنا داخل التحليل الاقتصادي نسمي ما هو استثمار كل هذه الأنواع التي نجدها من تجهيزات ومباني وأراضي وماكينات وشاحنات وإلى آخره. استثمارات مادية وغير مادية. فلهذا هي جد مهمة. اعتبرنا أيضا داخل الدورة الاقتصادية الملخصة أن العائلات تنفق كل المداخل التي في حوزتها لاقتناء مواد استهلاكية. إذا لاحظنا الحقيقة نجد أن جزءا من هذه المداخل لم يتم استهلاكه ولكن ادخر، أي خصم من عملية الاستهلاك. إذا أنت استهلكت كل الدخل تاعك، معناتها الألف دينار التي تحصلت عليها كدخل، معناتها الدخل يساوي الاستهلاك، كيف يمكنك أن تقتني آلة غسيل ولا تلفاز
ولا أنك تبني دار ولا تشتري سيارة ولا إلى آخره. هذه المداخيل إذا استهلكت كليا معناته أنك حكمت مسبقا على أنك دخلك يساوي استهلاكك فلا تدخر. أما الحياة الحقيقية اليومية التي نعيش فيها وداخل المجتمعات التي نعيش فيها فنجد أن كل الدخل لا يستهلك، والجزء الباقي من الدخل الذي لا يستهلك يسمى ادخار. إن الادخار الذي كونته العائلات والحاصل من التضحية باقتناء مواد استهلاكية من الممكن تخصيصه للمؤسسات التي تنجز به استثمارات حسب طرق مختلفة، طرق الاستثمار والحصول للمؤسسات على هذا الادخار هي مختلفة. تستطيع بعض العائلات داخل مؤسسات فردية التي تملكها شخصيا اللجوء لاستعمال الادخار للحصول على مواد إنتاج. إن نشاط هذه المؤسسات يوفر لها مداخل تصف بمداخل المقاولين الفرديين. أنت عندك مؤسسة صغيرة وتقوم بالإنتاج، ولكن الدخل التي تتحصل عليه من خلال عملية إنتاجك لا تستهلكه كليا. ما أنت عندك مؤسسة تاع تلحيم دونك دو سودير، وتصنع على ربما أبواب ونوافذ وإلى آخره وتبيعها. إذا استهلكت كل هذه المداخل فكيف يمكنك أن تشتري مثلا جهاز تلحيم آخر متطور؟ لا يمكنك لأنك استهلكت كل شيء. أما إذا أبقيت عن جزء من هذا الدخل ولم تستهلكه فبالإمكان أنك تحصل على جهاز تلحيم آخر لربما أكثر تطور من الذي هو في حوزتك. وهذه المداخيل تسمى بمداخيل مقاولين فرديين، سي لي ريفوني دي زونتربرونور انديفيدويل. اثنين، من الممكن أيضا أن تقوم العائلات باكتتاب حصص اجتماعية التي تمثل في جزء من رأس المال تكتسي طابعا قانونيا للشركة. معناتها أنك تدير أسهم ودير شركة أسهم. بما يمكنك ولا ما هي الطريقة التي عليك أن تتبع حتى تقتني أسهم؟ هو الادخار. الادخار هو الذي يسمح لك باقتناء بشراء اسهم، فزالي اشتي دي زاكسيون في راس مال اجتماعي تاع مؤسسه، وستتحصل على مقابل هذه الاسهم اذا كانت المؤسسه رابحه فالسهم نتاعك يرتفع سعره، واذا انخفض انتاج او تنافسيه هذه المؤسسه فسعر سهمك ينخفض في السوق اي في البورصه. على هذيك هناك شركات أسهم عالمية، أسهم عالمية، شركات دي سوسيتي باراكسيون تقدر تقول ترانس ناسيونال عابرة للقارات، هي شركات أسهم عظيمة. من أين تحصل عن هذه الأسهم؟ هو ادخار الآخرين، اشروا بها الأسهم ودخلوا في رأس المال الاجتماعي تاع هذه. إذن والنوع الثالث، يمكن للعائلات أن تقرض ادخارها للمؤسسات المالية. أنت عندك ادخار، إذن تقوم بوضع هذا الادخار في بنك مثلا، أنت يا تتحصل على الأجر تاعك تستهلك قسط منه وجزء الباقي تخليه في البنك تدخره في البنك، المستهلك الأول والثاني والثالث إلى آخره. هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين عندما نجمعهم على مستوى الاقتصاد الكلي عملية الادخار تكون كبيرة،
هذه الأموال المدخرة أين تذهب؟ تقترضها، معناتها تقرضها المؤسسات المالية للمؤسسات الإنتاجية. معناتها أنت عندك مؤسسة وتحتاج لتمويل استثمارك، vous avez un besoin de financement de votre investissement. ورؤوس الأموال الذاتية نتاعك ليست في المستوى للقيام بهذا الاستثمار، فإنك تتجه إلى البنك وتقترض. إذن بدون ادخار هؤلاء المستهلكين لا يمكن للبنك أن يقدم لك أموالا أنت في حاجة إليها لتمويل احتياج الاستثمار نتاعك. Donc c'est cette épargne des consommateurs mobilisée et collectée par les banques qui a permis aux banques de satisfaire les demandes de besoins de financement des entreprises. البنك يروح يقدم أموال مدخرة والمؤسسة تتجه إلى البنك لطلب تمويل، وهذا التمويل أساسه الادخار. إيش قلت لكم بأن الادخار أو متغير الادخار يلعب دور جد 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 مهم في الاقتصاد؟ الاقتصادات التي لا تدخر لا يمكنها أن تعول على الاستثمار ولا يمكنها أن تستثمر، وحتى إن استثمرت غادي تستثمر في لربما تجهيزات بسيطة متخلفة إلى آخره. الاستثمار هو الذي يسمح للمؤسسة أن تنتج وتنتج وتنتج لمواجهة احتياجات المستهلكين في السوق. الدول المتقدمة تقدمت ليس بالبكاء على الأطلال، بل تقدمت لأنها ادخرت ومن ثم استطاعت أن تستثمر. لهذا يقول جون مينار كينز أن الادخار يساوي الاستثمار إكسبوست. ما معنى ذلك؟ أنك تدخر في 2019 وتستثمر في 2021. إذا قلنا أن الاقتصاد الجزائري عليه أن ينجز طريقا سيارا ومباني وبناء سكنات، لا يمكنه أن ينجز هذا الاستثمار إلا إذا استطاع أن يدخر محليا. إن لم يستطع فأنه سيتوجه للدين الخارجي، أي ادخار الآخرين. عندما فرنسا مثلا تقدم لك دين، أو ألمانيا أو أمريكا أو صندوق نقد دولي، إنهم يقدمون لك ادخار الآخرين. لهذا أنك عندما تمد يدك وتقبل بالدين فاقبل أيضا بدفع ما يقابل هذا الدين، أي الفوائد. لهذا الدولة التي لها ديون كبيرة، هذه الديون ليست فقط الدين، مثلا هو ادى مليار دولار، طلب مليار دولار كدين خارجي، ولكن عندما يرد هذا المليار يرجع مليار ولربما وخمسين مليون، خمسين مليون هذيك فوائد. لماذا؟ هي مكافأة للمدخرين. معناتها أنت عندما تضع أموالك في بنك لمدة سنة، في نهاية السنة تقول لهم بلاني حطيت عندكم واحد 10,000 دينار، في نهاية السنة يعطوك 10,000 دينار زائد قيمة مالية أخرى. هذه القيمة المالية الأخرى هي مكافأة لتضحيتك بمالك لمدة سنة. Vous avez sacrifié votre revenu pendant une année de 10,000 دينار. Donc vous allez demander la contrepartie. يعطوك لربما 10,200 دينار. 200 دينار c'est quoi؟ C'est une récompense pour votre sacrifice. أن الأموال
التي تجمع في البنوك هي الادخارات بتاع المستهلكين والمؤسسات، والى ما هو كل ما يمس الادخار نتاع المتعاملين الاقتصاديين. هي تعطيهم مكافأة، مثلا انت تدخر تحط الاموال نتاعك تقول لك حطهم ونعطيك في نهاية السنة 3.2. عندما تتجه المؤسسة للبنك باش تطلب منها تمويل، المدخر عطات له 3%، ولكن هي عندما تسلف للمؤسسة تسلف لها 5%. إذا ماذا يربح البنك؟ 5% ناقص 3% تربح 2% البنك. لهذا فإن البنوك فهي مؤسسات تجارية، البنوك هي مؤسسات تجارية يحكمها القانون التجاري، ونشاطها كبقية المؤسسات الإنتاجية الأخرى، إلا فقط أنها تقدم خدمات، وهذه الخدمات المقدمة من قبل البنوك ليست مجانية بمقابل. فحذاري، عندما تتجه إلى البنك عليك القيام بكل الحسابات. لهذا أدمجنا وستجدونه في نهاية الدرس 13 دورة اقتصادية بمعية الاستهلاك والادخار والاستثمار. معناتها أننا أدمجنا في هذا الرسم البياني متغيرين اثنين جد مهمين، وهما الادخار والاستثمار. الصفحة 114 نهاية هذا الدرس توضح لك تسديد المداخيل النقدية اللي هي الأجور، مداخيل المقاولين الخواص، الأرباح الموزعة، الفوائد. هذه كلها ندمجها تحت طائلة المداخيل النقدية. هناك نوع آخر، تسديد القروض التي حان أجلها. وهذه العلاقة هي علاقة بين ثلاث متعاملين اقتصاديين: العائلات، ثم المؤسسات. ولكن ندمج داخل هذه المؤسسات، أو نفرق ما بين هذه المؤسسات، مؤسسات مواد الإنتاج ومؤسسات مواد الاستهلاك، اللي هما كان بيناتهم تبادل. ولهذا فإن الرسم البياني الموجود في الصفحة 114 وستجدونه في نهاية هذا الدرس هو جد مهم، لأنه يبرز لك أهمية الادخار والاستثمار. إذن إن العائلات التي تمتلك مختلف المداخيل النقدية التي قدمت لها من قبل المؤسسات، من الممكن أن تستعملها لاستهلاك منتجاتها أو أن تدخر جزءا منها، حيث يمكن للمؤسسات الحصول عليها بالطرق المالية المعروفة من خلال البنوك. المؤسسات التي تنتج مواد استهلاكية عليها أن تقتني مواد إنتاج، وكما أن المؤسسات التي تنتج مواد الإنتاج تقوم بشراء تجهيزات لدى مؤسسات وسائل الإنتاج. إذن تسمح عملية بيع السلع والخدمات المنتجة من قبل المؤسسات بتوزيع المداخيل النقدية على أشكال متعددة، تحت أشكال أجور لتعويض الأجراء عن مجهوداتهم، تحت شكل دخل للمقاولين الخواص أفراد كانوا أم أصحاب رؤوس أموال، تحت شكل أرباح موزعة على الشركات، وتحت شكل فوائد مقدمة للمقترضين. زد على ذلك، عندما يحين وقت استحقاق القروض تقوم المؤسسات بتسديدها لفائدة العائلات، أي المؤسسات المالية هي التي تقدم ما تم ادخاره للعائلات، وبذلك تسمح كل المداخيل النقدية والقروض المسددة للعائلات الحصول مجددا على مواد استهلاكية أو تشكيل ادخار. إذا أردتم فهم ما قلته الآن، عليكم بفهم الرسم البياني الذي أقررت خديته كمثال فني لتوضيح العلاقة الموجودة بين
العائلات والمؤسسات، وفرقت في هذا الرسم البياني ما بين مؤسسات إنتاج وسائل إنتاج، les entreprises de production des moyens de production et les entreprises de production des moyens de consommation ومؤسسات إنتاج مواد استهلاكية، وكيف يدخل عملية الادخار داخل هذا الرسم البياني. الآن المؤسسات القرضية أو البنوك يوضح إدماجها داخل المؤسسات القرضية، معناتها تظهر كتدفقات جديدة مرتبطة بالدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في عملية جمع الادخار، توزيع القروض ومختلف التسديدات التي يقوم بها المتعاملون الاقتصاديون. لهذا أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله سأتطرق في الدرس 14 لإدخار المتعاملين الاقتصاديين والقروض، إدخار المتعاملين الاقتصاديين والقروض. إذن أقول من يريد فهم هذه الدورة الاقتصادية التي أدمجت فيها الادخار والاستثمار عليه أن يطلع على الصفحة 114 التي ستجدونها في نهاية هذا الدرس في نهايتها. وشكرا لكم، وإلى اللقاء في الدرس 14 وبعد الدرس 15. شكرا.